السلام عليكم البنات، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ معكم ام اميل للخياطه والابداع. هذه هي الجلابه اللي كنت فصلت معاكم، ايفازي بالزواقه في الصدر بالصم والبيستاش بارد. هيا من بعد ما تخيطات قدرنا فيه الصم في اللون ديال الزواقه، جلابه للمناسبات. فضلت ان اتخيط بلون مزدوج ما بين الاسود والذهبي، هو الزواق ديال الثوب ديال المليفه كل مره كيخرج جديد. كتبقى هذه افضل جلابه للمناسبات، تختاري لها غير الساكو الصنداله او الساكو البلغه. الشال دابا ما بقاش مشكل، ولا في اللون النحاسي او الذهبي او الفضي. نزلتها بالخدمه غير نص طوق، ممكن هاد الجلابة تكتفي بها لحضور المناسبات كما قلت لكم. دائما كاين الجديد، الخياطة مع أم أمين للخياطة والإبداع. تقدروا نتوما تزيدوا إضافات، ديروا الدرس في القبة او الكمين، قدروا من تحت تلبسوها بالشبكة او قميص في اللون الرمادي بارد مخدوم بالراندة فيه اللون ديال الصم. كيبقى لكم كامل الاختيار، والافكار دائما في تجديد. تبخلوش عليا باشتراك، تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. معكم أم أمين للخياطة والإبداع، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.